نظمت قبائل بني أسعد مديرية الرجوم محافظة المحويت وقفة احتجاجية ضدا باستمرار العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا وقتله للأطفال والنساء وتدميره للمنشآت الحيوية والمدن التاريخية والأثرية. نظمت قبائل بني أسعد مديرية الرجم محافظة المحويت وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا وقتله للأطفال والنساء وتدميره للمنشآت الحيوية والمدن التاريخية والأثرية. الوقفات الاحتجاجية ضد العدوان الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي الخليجي السعودي المعروف الذي ظلم وتجبر وتكبر على بلد الإيمان والحكمة. الشعب اليمني لا يرضى الظلم على نفسه وعرضه ووطنه وأرضه أغلى من أولاده. إن الشعب اليمني هو من أشرف الأمم ومن أشرف الناس، فليس من طبعه الخضوع أو الهوان أو الذل. يأبى أن يذل، يأبى أن يهان، يأبى أن يدنس، يأبى أن يستعمر، يأبى أن يطرق المستعمر أبوابه. يعني الموت أشرف لنا أن يطرق المستعمر أبوابنا أو يسعى على أراضينا. إن الوقفات الاحتجاجية ضد العدوان الذي استهدف الدم اليمني واستهدف أرض الحضارة والتاريخ بما فيها مدينة شبان كوكبان التاريخية، استباحة الطرق والجسور، نحن في هذا الوقفة ندين هذا العدوان ونرفض هذا العدوان، وندعو كافة الشعب اليمني إلى ترك الحزبية وإلى ترك الطائفية والوقوف في صف واحد ضد العدوان. قبائل مديرية الرجم أكدوا وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية المدافعين عن كرامة وسيادة اليمن، معلنين استعدادهم لرفض جبهات القتال بالمال والرجال للتصدي للعدوان السعودي الأمريكي. باسمي وباسم هذه القبيلة الشامخة نعلن النفير العام ونعلن استعدادنا للتوجه إلى الجبهات ورفض الجبهات بالرجال والمال حتى نأخذ بثأر نسائنا وأطفالنا. إلى الرجوع معزلة محتشدة ومستنفرة وعالتنا النفير العام قدام جبهة القتال، وإن شاء الله نحن نقول الجيش واللجان الشعبية نحن إن شاء الله سنقف إلى جانبكم واصلوا صمودكم وبطولاتكم وقهروا الأعداء بصمودكم الأسطوري. أما العدو سدد بضرباته بناياتي وهد، ما خف ولا تهدد وثابت كالجبل شامخ صمود، العز ما لحد وشعبي في الوغى مثل الأسد والطفل ذي ولد في التاريخ من ضمن الأسود. مهما عدوي عد مليارات ما خون البلد، وهادي المرتد قسم بالله ما يمكن يعود، من للخيانه مد ومن في الخيانه ايد ومن لهم ساند كفن ابيض جزاهم واللحود. امريكا تقتل الشعب اليمني وتدمر منشاته ومدينه التاريخيه بعد وات تحالف العدوان السعودي الخليجي، والمجتمع الدولي والمنظمات الانسانيه ما تزال صامته على جرائم العدوان، فالشعب اليمني لن يخضع ولن يركع وسيظل صامدا في وجه العدوان السعودي حتى ياذن الله بنصره. وتحيا اليمن ويموت الغزاة والعملاء. يحيى اليتيم لقناة اليمن من اليمن محافظة المحويت.